مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من مرابحة، نحاول في هذا البرنامج أن نتناول بالمعلومة والتحليل والخبر واللقاء أهم التحديات والتطورات في القطاع المالي الإسلامي، إضافة إلى رصد مستجدات القطاع من خلال العاملين فيه والمتعاملين معه. بداية مع العناوين. يعني احنا انجزنا مشروع قانون الصكوك، هذا المشروع لأهميته ولهدفه. وزير المالية الأردني يؤكد أن مشروع قانون الصكوك الإسلامي الذي تعمل عليه الحكومة سيرسل إلى البرلمان في الدورة المقبلة. وتوقعات بتجاوز أصول المصارف الإسلامية في تركيا 25 مليار دولار بنهاية هذا العام. والأداء الجيد لبعض السلع يقود داو جونز إلى طرح مؤشر إسلامي جديد لأسواق السلع. أهلا بكم. قال وزير المالية الأردنية الدكتور محمد أبو حمور إن مشروع قانون الصكوك الذي تعمل عليه الحكومة الأردنية سيرسل إلى البرلمان في الدورة المقبلة من أجل مناقشته وإقراره. وأضاف الوزير الأردني أن القانون يتيح للشركات والمؤسسات أيضا إصدار الصكوك إضافة إلى الحكومة، موضحا أن حجم الإصدار الذي تعتزم الحكومة القيام به سوف لا يقل عن 500 مليون دولار. يعني احنا انجزنا مشروع قانون الصكوك، هذا المشروع لأهميته ولهدفنا تنويع مصادر التمويل الموازنة، وبنفس الوقت هذا مشروع الصكوك، مشروع القانون سيرسل للبرلمان في الدورة العادية القادمة. هذا المشروع فقط لا يتيح فقط الاقتراض والتمويل للحكومة، وإنما أيضا للشركات والمؤسسات المختلفة. وبالتالي احنا هناك زي ما بتعرف الأزمة المالية العالمية أثرت على المصارف التقليدية، لكن الحمد لله كانت المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية بمنأى ومعزل عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي ممكن احنا نوفر تمويل أفضل بكلفة أقل لمشاريع كبرى ومشاريع متوسطة وللقطاع الخاص أيضا. إذا بدنا نصدر صكوك ما راح تكون تقل بعد قرار القانون عن 500 مليون دولار، وهذا يعني في وجود فوائد مالية عربية، سيما مع ارتفاع أسعار النفط هذا سيتيح وجود فوائد مالية، وبالتالي إذا أصدرنا صكوك سيكون هناك الإصدار لا يقل عن 500 مليون دولار، لكن ممكن أنه ننوع بين الصكوك وبين إصدارات السندات التقليدية. والآن مشاهدينا نفتح ملف حلقة هذا الأسبوع وهو عن المصرفية الإسلامية والعوامل التي تؤثر في سمعتها، وهل صحيح أن بعض المصارف الإسلامية لا تلتزم حقيقة بأحكام الشريعة؟ ومن هي الجهات التي يجب أن تشرف على عمل المصارف الإسلامية؟ هل الجهات التنظيمية أو مجالس الشريعة أم عملاء المصارف لهم الحق أيضا في ذلك؟ نبحث هذا الموضوع مع ضيفنا من جدة الهادي النحوي الباحث في التمويل الإسلامي. سيد الهادي، بداية نرحب بك في سي ام بي سي عربية. إذا ما بدأنا الحديث بالقول، هل فعلا تراجعت أو تتراجع سمعة المصرفية الإسلامية، وما هي مؤشرات ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكر قناة سي بي ان سي على الاستضافة وإتاحة الفرصة للتواصل معكم ومع جمهور المشاهدين حول هذه القضية الهامة. مثل ما تفضلت، حقيقة يعني كثر الحديث في الآونة الأخيرة على تراجع سمعة المصارف الإسلامية، وكما هو مشاهد ومعروف ولاحظه كثير من الباحثين والمهتمين بهذه القضية، هناك عدة عوامل أو مؤشرات يمكن أن نذكرها في هذا السياق. أولا أنه الحقيقة اللي هو جوهر الموضوع هو جانب الالتزام الحقيقي بالأحكام الشرعية، وهذا هو ما يميز حقيقة المصرفية الإسلامية عن النظام التقليدي، وإلا النواحي الفنية والعمل المصرفي العادي إذا نزعت منه تطبيق الأحكام الشرعية فيصبح عمل مصرفي تقليدي، يمكن أن نسميه كذلك وتكون المسألة ببساطة نظام تقليدي. لكن الذين أنشأوا أصلا سعوا منذ عقود من الزمن إلى إنشاء هذا النظام أرادوه أن يكون نظاما مغايرا يلتزم بأحكام الشرع قدر الإمكان، أقول قدر الإمكان، لأنه طبعا كما تعرفون ظروف البنوك الإسلامية نشأت في بيئة غير ملائمة، وما زالت هذه البيئة غير ملائمة إلى حد ما في كثير من الأقطار العربية وحتى خارج الأقطار التي فيها العربية والإسلامية التي فيها نشاط للمصارف الإسلامية. فالمؤشر مثل ما ذكرت الأساسي في هذا الجانب هو
ما يعزى إلى هذه البنوك الإسلامية من عدم الالتزام بالأحكام الشرعية في تطبيقاتها ومعاملاتها. ومن ذلك أن اللوم يقع كثيرا على أعضاء الهيئات الشرعية، إما بسبب تقصيرها في حث أو إلزام أو إقناع القائمين على المصرفية الإسلامية بتطبيق الأحكام الشرعية والفتاوى التي تصدر عنها وتصدر عن المجامع المهتمة، أو بسبب أيضا لجوء بعض هذه الهيئات وبعض الباحثين وبعض المشايخ إلى فتاوى ما أصبح يعرف اليوم بالحيل من أجل تطبيق منتج معين وإعطائه ختم المصرفية الإسلامية. نعم، وبالتالي يكون هذا الختم هو عبارة عن جواز سفر إلى ممارسة هذه العمل بغض النظر عن مدى حقيقة انسجامه تماما مع الأحكام الشرعية. نعم، من عدم ذلك. يعني أستاذ، هذا ما يسميه البعض بالتيسير، يعني الذي يقوم به أعضاء بعض الأعضاء في المجالس الشرعية الإسلامية، لا في المؤسسات المالية الإسلامية. لكن الأمر وصل إلى أن أعمالا درامية على سبيل المثال، وقد شاهدناها جميعا، انتقدت تطبيقات المصرفية الإسلامية. يعني أن الأمر أصبح الآن، الانتقادات أصبحت واسعة الانتشار. صحيح، صدقت تماما، هذا ما كنت سأصل إليه، هو أن المؤشر الآخر الأساسي هو وصول هذا الصدى وتقبل أو خلينا نقول أنه أصبحت هذه المسألة بالنسبة حتى للجمهور العادي غير الباحث وغير المهتم، أصبح بالنسبة له ما يسمى بالمصرفية الإسلامية هي نوع من التمثيل، وبالتالي مثلوها في هذه الحلقة التي شاهدناها في شهر رمضان المبارك، وكانت حقيقة حلقة مؤثرة، وأظن أن يجب أن لا يستهان بها فعلا. لأنها أوصلت رسالة جدا واضحة في أنه لا فرق، على الأقل حسب تصورهم، وهم أيضا بنوا تصورهم هذا على مشاهدات وعلى قراءات الجمهور، لأنك أنت في النهاية تتعامل مع جمهور واسع جدا، لا بد أن تحترم هذا الجمهور، ولا بد أن تكون إذا كنت تريد مصرفية إسلامية حقيقية أن تعترف بأنك تتعامل مع الجمهور هو بحد ذاته يعتبر مراقبا شرعيا أكثر من المشايخ أنفسهم. وبالتالي فإذا لم تحترم هذا الجمهور وتعطيه منتجات مالية إسلامية حقيقية، سينقلب الأمر إلى هذا الشكل، لأنك أنت عندك شريحتان كبيرتان من المهتمين أو في الساحة يمكن نتعامل معهم. شريحة لا يهمها الموضوع أصلا، يعني لا تهتم به كثيرا، إما جهلا إما عدم قناعة، وشريحة مهتمة لكنها مع الأسف ستبدأ تتآكل، وسيؤثر فيها هذا النوع من الحلقات الإعلامية عندما ترى أنه فعلا هناك عدم جدية وهناك عدم اهتمام في تطبيق المصرفية الإسلامية وفقا للمبادئ التي أسست لها أصلا. من يتحمل المسؤولية؟ على من يجب أن نلقي اللوم في ذلك؟ والله يا سيد الكريم، أنا أعتقد أن هناك جهات متعددة تتحمل المسؤولية بصراحة. أول شيء هم القائمون على المصرفية الإسلامية أنفسهم، هؤلاء يتحملون، القائمون أصحاب المؤسسات المساهمين الأساسيين في المؤسسات، هؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة. ومن مظاهر ذلك أنهم عندما يأتوا مثلا بعض الملاك المؤسسات أو المساهمين الكبار فيها، عندما يأتون لاختيار القيادات المصرفية، اعتمادهم الأساسي على الناحية الفنية، وهذا شيء طيب، يعني لا أحد يقول أنه المصرفية الإسلامية تقدر تمشي من غير أصحاب خبرات وكفاءات فنية. لكن لابد أن يكون هناك توازن ما بين لا بد أن يكون هناك توازن بين الخبرة الفنية والمعلوم العلوم المالية والمصرفية المعاصرة مع العلوم الرؤية الشرعية. فإذا فقد هذا، مهما أتيت به من الفتاوى ومهما جبت من المشايخ، لن يستمر الأمر، لأن هؤلاء هم أصحاب التطبيق. وثم بعد ذلك هؤلاء القائمين على المصارف يكتتبون أو يعينون قيادات مصرفية أتت من النظام التقليدي، فهي أولا تجهل العمليات المصرفية الإسلامية والأبعاد الفقهية فيها، وثم ذلك والأسوأ والأكثر هو أن بعضهم إلا من رحم ربي لا يؤمن بهذه الفكرة، بالنسبة له مثل ما يقال ما فرقت معاه، يعني يعمل سواء يعمل في القطاع وقد يعمل من أجل الراتب. نعم، من أجل الراتب. لكن مع ذلك هناك من يقول هناك قلة وندرة في الكفاءات المصرفية الإسلامية،
وهذا ما أضعف هيبة المصرفية الإسلامية بالتالي. ماذا علينا أن نفعل من أجل تعويض هذا النقص؟ هذا بكل تأكيد، ولعلك سيدي الكريم اطلعت على الدراسة اللي أنجزها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بالتعاون مع هيئة في الأردن قبل أكثر من سنة. فملخص هذه الدراسة أنهم جابوا أن المصرفية الإسلامية تحتاج إلى 3000 عالم، يعني ربما هم بالغوا في كلمة عالم، أو على الأقل أنا أقول تحتاج إلى 3000 متخصص في الشريعة على الأقل. فإذا كان هذا العدد غير موجود، هم طبعا يمكن نستعرض بعض الأرقام، هم ذكروا أنه الموجود حاليا من المشايخ هم حوالي 600 وشوي، بينما المؤسسات اللي شملها الدراسة هي أكثر من 400 مؤسسة مالية، ما تقارب 500 مؤسسة مالية إسلامية. وهذا نتج عنه شيء ربما أيضا نستعرضه بجانب آخر، هو موضوع احتكار بعض المشايخ للهيئات الشرعية والإفتاء لها. فبالتالي أصبحت فعلا هناك ندرة أولا في المشايخ اللي عليهم الإفتاء والانضمام للعضوية المصرفية الإسلامية، لعضوية الهيئات الشرعية والمراقبة الشرعية، والأكثر من ذلك طبعا هو ندرة أو عدم معرفة أو عدم إتاحة الفرصة لكثير من العاملين، دعك من المشايخ، لكثير من العاملين العاديين والقيادات المصرفية، في يعني عدم وجود فرص مناسبة لها جدا. طبعا هناك بعض التجارب وبعض التدريب وبعض الشهادات المهنية المصرفية الإسلامية، لكن لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن هذه التجارب أوصلت المصرفية إلى أن أصبح عندك جيل مما يمكن أن نسميه جيلا مخضرما، يجمع بين المعرفة المصرفية المعاصرة وبين المتطلبات الفقهية وفقه المعاملات، ليزاوج وينتج ويطبق لنا ما نحتاج إليه في مجال المصرفية الإسلامية. يعني كان بودنا أن نتوسع أكثر في هذا الموضوع، لكن لضيق الوقت نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الهادي النحوي الباحث في التمويل الإسلامي من جدة، شكرا جزيلا لك. عفوا يا سيدي وشكرا لكم. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال برنامج مرابحة.